أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ستكون هذه القراءة اليوم بطريقة بطيئة جدا جدا جدا. رح نتبع أصوات الموسيقى الهادئة، وهي عبارة عن مديتيشن يعني. أوكي، حاول ناخذ منك كل الطاقة ونشوف رسالة الملائكة لك، جواب عن شيء في بالك الآن. ماذا تقول لك الرسالة؟ ما هي أجوبتها؟ ما هو السؤال الذي يحيرك وتريد من رسائل الملائكة أن تجيبك عنه؟ أوكي؟ خلينا نشوف، هل أنت جاهز للقراءة أو لا؟ القراءة تشمل الرجل والمرأة على حد السواء، ما عندي أي مشكلة يعني في هذا الموضوع. أوكي؟ القراءة الأولى، الحجر البني. القراءة الثانية، الحجر الأبيض. حسنا، سنقوم بهذه القراءة الآن، ورح نجيبك عن كل الأسئلة اللي محيرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة رقم 1، سأختار معك ورقة، أنت راح تختارها بنفسك وأنا راح أحط يدي عليها، تمام؟ طيب، ركز جيدا في الاختيارات. اخترت هذه، ما شاء الله. تقول لك القراءة، أنت تطلب المساعدة من الملائكة. Demandez à vos anges. أنت تطلب المساعدة من الملائكة الآن. نعم، الطاقة حلوة جذابة. ايش اخترت؟ هذه، اخترت هذه انت الان. احنا راح نشوفهم كلهم، بس ايش انت انا وين انا اشوف انت ايش تختار وانا اختار معك. اخترت هذه اللي بجنبها. في ناس غلطت في حقك يا صاحب هذه القراءة، راح تجي وتعتذر لك. اصحاب هذه القراءة في كارما، إذا عندك ناس ظلموك، اعتدوا على حقك، جرحوا مشاعرك، أخطأوا في القول عليك، رح يرجعوا يعتذروا لك. صاحب هذه القراءة، إذا أنت زعلان، حزين، متضايق، في عندك حاجة مزعلتك، ربي رح يجبر خاطرك. كارت جبر الخواطر وكارت الأعذار أو الاعتذار، عفوا الاعتذار. إيش كمان اخترت؟ هذه، اخترت هذه، ما شاء الله. أقول لك القراءة، لا تقفل على نفسك، مو معناتها أنت اليوم صارت عندك مشكلة خلاص نقفل على الموضوع، ما نتزوج، ما نستقر، ما نتجاوز، ما لا لا تقفل على نفسك. بقول لك القراءة، قسمتك مفتوحة، زواجك موجود، لكن اصبر ورح تنال مرادك بحول الله.
إذا منتظر تصريح زواج، إذا منتظر رجوع حبيب، إذا منتظر خطبة شخص أو موافقة أهل، كل هذا رح يتم. أوكي؟ واللي عشمك بزواج وسحب نفسه رح يرجع يطلب يدك. إيش كمان اخترتي؟ هذه طلعوا اثنين، شوفي ثقة. الثقة، اعطي الثقة في نفسك، سوي يوغا، سوي شيء، سوي أشياء تعزيزية عشان تسترجع الثقة بنفسك. تمام؟ الثقة confident، confiance، trust. اعطي الثقة في نفسك وعززي ثقتك بنفسك. طلعوا اثنين وما شاء الله. تقول لك هنا قبل ما تدخلي في علاقة جمعي معلومات عن شريكك. مو كذا ندخل في علاقة بدون ما نعرف عنه شيء. ايش كمان اختارت صاحبة هذه القراءة؟ هذه رح يكون في عندك تحسن، رح يكون في عندك تحسن على صعيدك الصحي والعام. amélioration de l'état et de santé، رح يكون عندك تطور على صعيدك العام الصحي والعاطفي والمعنوي. الله يكتب لكم الخير. اخترتي هذه. تقول لك الكارت اذا تؤمنين بنفسك، وهنا نتكلم عن الكونفيدنت، إذا تؤمنين بنفسك وتؤمنين بقدراتك رح تصلين، ستصلين إلى مرادك. إذا اخترتي اللي في بالك وإذا سويتي اللي في بالك رح تصلين إلى مرادك، رح تصلين إلى. أنت عندك أشياء خارقة ولكن مش من النوع اللي تضبطي قدراتك، يبغالك أحد كذا يسقل موهبتك عشان توصلين للي تحبينه. ايش كمان اخترتي؟ هذه طلعوا اثنين. عندك استقرار، بسم الله ما شاء الله، عندك استقرار وعندك شريك حياتك. الظاهر انكم عزاب، عندك شخص يمتطي فرس جذاب جميل طويل نحيف رياضي، بيجي ويتقدم لك وراح تشهد حياتك استقرار تام. ايش اخترت كمان؟ هذه طلعوا اثنين، سبحان الله، ما ادري وش فيهم اثنين. عندك توازن، توازن على الصعيد المادي. اذا انت تنتظر في مساعدة من شخص، تسديد ديون، استقرار، توازن عاطفي مالي راح يكون عندك موجود بإذن الله. الاستقرار، الوفرة، المال والخير. الله يسعدكم. إيش كمان ودنا نعرف؟ هذه اخترتيها. حتى لو لم تحن الفترة أو الوقت المناسب إنك تستقري، القراءة أو الملائكة تقول لك رح يحين الوقت المناسب انك تستعد عشان يتحقق توازنك ويتقدم لك الشخص المناسب وتكون وفرة وخير ورزق في حياتك. حتى لو لم تحن الفرصة الان، رح تكون الفرصة سانحة في الوقت المناسب. كمل القراءة. اعطي ثقة في الناس كذلك، جمعي معلومات ثم اعطي ثقة في الناس. انتظر إشارة من الملائكة وإشارة من الله سبحانه وتعالى إنه يحقق لك مرادك. انتظر إشارة ربانية تأكد لك إنه الشخص اللي في بالك هو نفس الشخص اللي بيتزوجك، أو إنه dans un avenir approché رح يكون عندك في الأيام القليلة القادمة، في المستقبل القليل القادم، دخول في علاقة رومانسية رح تعيد لك التوازن في حياتك كلها. أوكي؟ استنشق، شهيق زفير ثلاث مرات، شهيق زفير ثلاث مرات، ورح يتحقق لك هذا الشيء.
فقط آمن بنفسك وبقدراتك، آمن بالله سبحانه وتعالى أول حاجة، ثم آمن بقدراتك وثق بنفسك وثق بكل حاجة موجودة. لازم تكون إيجابية بإذن الله، تجلب طاقتك الإيجابية. كن واثق أنه هذه بعد هذه القراءة في شيء رح يحصل لك، رح يقلب موازين حياتك، رح يصير عندك شيء مرة مرة حلو. بعد هذه القراءة أنت مشحون بكل الطاقة الإيجابية، أنت مشحون بكل شيء، ما يعني شيء كويس. أوكي، أنت الآن تشعر براحة نفسية في ذهنك، تشعر بخمول والإحساس بالنوم. ظهر أنك رح تسوي كوفي، ينسون، نعناع، قرفة، شيء كذا يهدي. حطي سورة البقرة ونامي، تصبحين على خير. هاي أصحاب القراءة الثانية، الحجر الأبيض، مرحبا فيكم في عالم meditation negative energy. Okay, to remove all negative energy meditation music. أنا أعطيتكم حاجة كده للاسترخاء، خلينا نشوف. رح يكون كل شيء سلولي كده. ركزوا تماما وقولوا لي ايش اخترتوا، ماذا اخترتم هذه. ما شاء الله ما شاء الله، اقسم بالله كأنه زي الكرت المجموعة الاولى. انتم تطلبون المساعدة من الاخرين، المساعدة من الملائكة. طيب ايش اخترتم؟ يكون عندك نجاح كبير جدا، نجاح كبير جدا صاحب هذه القراءة. عندك نجاح، راح تتوفق في عمل، راح تتوفق في دراسة، راح تتوفق في زواج، راح تتوفق في أي حاجة تخص ارتباط معين أو موافقة على أوراق معينة. أوكي، إيش اخترتم كذلك؟ في نو إيش معناتها؟ خلينا نتأكد إيش معناتها. قال تقول لك القراءة هذه إنه الوضعية اللي أنت فيها نعم راح تتطور. إذا أنت تقول نو أنا ما راح أتطور، أنا ما راح أنجح، أنا ما راح أسعى، أنا ما راح أسوي، أسعى وستنال. نعم أسعى ستنال مرادك، وضعيتك راح تتطور، ما راح تقعد على ترى دوام الحال من المحال. دوام الحال ايش؟ من المحال، مستحيل انك تقعد على نفس الحالة، يا اما بتطلع يا اما بتنزل، وكلها حسب انت صاحب القرار. يعني الانسان عليه السعي والاجتهاد، والله يكتب لك الخير والشر. طيب هذه الفترة أو الوقت المناسب إنك تستشفى من أي طاقة سلبية، من فك تعلق، من علاقة مريضة، من علاقة متعبة، من تعب، من قلق. حان الوقت إنك تطلع من هذا المود، حان وقت إنك تتطور، إنك تسعى، إنك تطلع، إنك تقول أنا فوق، أنا مو هنا، أنا مو هنا، أنا فوق، أنا قدراتي تفوق الخيال، ولكن ما بيدي حيلة. لا، بيدك الحيلة، أنت بيدك الحيلة. لازم توصل، لازم تطلع، لازم تقول أنا وصلت، وأنا تعبت، وأنا اجتهدت، وأنا تيسرت حياتي بعد ما كانت صعبة. نعم، ما نقعد مكتوف في الأيدي ونقول ما صار كده. لا، بيصير لو سعيت. أوكي، ما نترك أحيانا الأشياء للوقت، الوقت يمشي، هذا الوقت ضايع من عمرك. عندك علاقات مصلحة
حاول إنك تطلعهم من حياتك. في علاقات هنا بيفيدوك، بس في علاقات بتعبوك ويمرضوك. إذا أنت مشحون بطاقة سلبية، طلع هذول الزبالة من حياتك. نعم، رح تتطور، ستصل، ستسعى، ستجتهد، رح تنجح، رح توصل إلى حلمك وتلامس نجمك. ستصل، نعم، أصحاب هذه القراءة رح يصلون إلى مرادهم بإذن الله. استمع إلى حدسك. Écoutez votre intuition. استمع إلى حدسك. لا تخف من المستقبل. المستقبل ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو نعلمه بالترو، بس ترى هذه أمور غيبية يعني، أوكي؟ لكن استمع إلى حدسك وثق بنفسك، ولا تقول ما تقول إنه لا ما رح أنجح. عندك أخبار سارة ومفرحة واستقرار على الصعيد المادي بالأساس. أنت هنا مفتاحك أو الباب الأول أمورك المادية. إذا تعدلت أمورك المادية تتعدل كل الصعيد اللي عندك، العاطفية، النفسية، المعنوية. إذا شريكك طلع من حياتك يرجع عشان استقرارك المادي. حاول إنك تطلع كل الطاقة السلبية من عندك، تراك مشحون بطاقة سلبية وتوتر كبير جدا. صاحب هذه القراءة يعيش في ضغط وتوتر، حاول إنك تطلعه. حاول إنك تحكي بوضوح، ناقش، تكلم، تحدث، عبر، لا تكتم مشاعرك. حاول إنك تتكلم بوضوح، كومينيكي كليرمون. حاول إنك تتكلم بكل وضوح، ما تخبي مشاعرك. إذا تحب أحد أعلن عن مشاعرك، إذا تريد تسوي حاجة أعلن عن مشاعرك. لا تقعد كده مكتف اليد وما تسوي شيء، بس تناظر، ناظر ورزقك رايح لغيرك. لا تسوي كذا، اسعى عشان تمسك زمام الأمور. اصبر ولا تتسرع، ولا تحكم عن اللي حواليك بإنهاء العلاقة. ما تقول خلاص انتهى، هذا فيه عيب انتهى، وهذا فيه شر انتهى، وهذا فيه خير خليه يقعد. لا لا، مو كذا، مو كذا. اصبر، لا تحكم على الأشخاص من فعل أو من ردة فعل. أصبر، لا تحكم على الأشخاص من الظاهر. يمكن إنه المظاهر الخداعة، وهنا عندك علاقات بروفيتابل، عندك علاقات مصلحة، حاول إنك تطلعهم من حياتك. مش كل الناس اللي على أساس يتمصلحون هم فعلا يتمصلحون منك. يمكن إنهم يحبوك بس أنت مخيب ظن، يعني قاعد تقرأ في الأمور الظن، تسيء الظن فيهم بالأساس. الأسابيع الجاية استشفاء، عندك طاقة حلوة، عندك تغيير، عندك السعي، عندك النجاح، وضعيتك راح تتحسن، راح تبعد ناس من حياتك مو أوكي. باقي آخر قراءة، وش عندي في آخر الكارت؟ لن تحتاج إلى أحد، راح تكون أنت قدوة نفسك، لن تحتاج إلى أحد. نعم، ما راح تحتاج إلى أي شخص، أنت فقط. من الأخير، شهيق زفير، شهيق زفير ثلاث مرات. أبغاك تسمع هذه القراءة وتنام، ترتاح، تقعد مع نفسك، تقول أنا لابد من إنه أعبر عن مشاعري، ما أكتمها، ما أقعد كده. أصبر، اهدى، مش كل الناس مو كويسة، مش كل الناس كويسة، ومش كل الناس مو أوكي. هدي بالهداوة، لعلك أشخاص كثيرة غلطت في حقهم، لكن في نهاية الأمر عندك خير في حياتك على العموم. صاحب هذه القراءة وراك خير، وقدامك خير، وحياتك خير، ورح تنقلب بإذن الله للأحسن. ثق تماما إنه الله رح يكتب لك الأجمل، سوى نصيب، سوى عمل، سوى رزقة، سوى مشروع، سوى دراسة، سوى سفر. هدي وارتاح، الله يكتب لكم الخير حبايب قلبي. تصبحون على خير.